بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعين الغيدق سبورت. الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، مباراة جبلي ومباراة تشرين، موعد وتاريخ المباراة وبعض التفاصيل عن المباراة. بتمنى انكم تكتبوا لي توقعاتكم عن المباراة، وهل انتم راضين عن اداء تشرين وجبلي، وشو رايكم راح يقدموا بالمباراة القادمة. قبل ما ندخل بالتفاصيل، بالنسبة للناس اللي ما بتوصلها اشعارات الفيديوهات، فصار لازم تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، وما تنسى تدعمني بلايك وتكتب لي بكومنت رايك وتوقعك للمباراة القادمة. خلونا نبتدي بتشرين بطل الدوري. بطل الدوري بالمباراة الأولى أمام هلال القدس كان عم يقدم أداء غير مقنع، عم تنتهي المباراة بالتعادل السلبي. مباراة كانت صادمة بصراحة للجميع، كنا متمنيين نشوف شخصية البطل، شخصية بطل الدوري عم يلعب، شخصية فريق قدم مستوى رائع، عنده مجموعة من اللاعبين المتنوعين، مجموعة من اللاعبين ممتازين، تم تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين، قناص مثل محمد الواكد، اسماء ولاعبين متنوعين بصراحه ما كنا عم نشوف هون، ما كنا عم نشوف اللمسات اللي عم توصل او الكرات اللي عم توصل لمحمد الواكد كانت معدومه. نصوح نجدلي اعتدنا عليه بلمسات سحريه، بلمسات كثير رائعه كانت توصل عليه بشماني. بالدوري السوري حاليا كانت غير موجوده امام هلال القدس، واي كره لمحمد الواكد ما كانت عم توصل بشكل صحيح، ما كان في تفاهم ابدا بين لاعبين تشرين، ما كنا عم نشوف هذا التناغم، ما كنا عم نشوف هذا الانسجام. تشرين حاليا عم يستعد لمواجهة الرفاع الشرقي البحريني، مباراة ايضا ليست بالمستوى الصعب. حكينا نحن بفيديو سابق عن مجموعة تشرين بان بتضم اندي بصراحة، خلونا نكون واقعيين، يعني تشرين كمستوى افضل منهم بكتير، تشرين كامكانيات لاعبين افضل منهم بكتير. يعني هلال القدس، مع كل احترام لجماهير هلال القدس، كل احترام لكل الجماهير العربية، لكن نادي تشرين بطل دوري بيمتلك عدد من اللاعبين افضل من، يعني بصراحة مرشح يكون بطل للمجموعة، لكن بالاداء اللي قدمه امام هلال القدس بصراحة فاجأني وفاجأ الجميع، لاني كنت متمني اشوف شخصية بطل عم يلعب، يعني ما كان موجود الروح ولا كان موجود الانسجام والتناغم بين اللاعبين. مباراته القادمة راح تكون مع الرفاع الشرقي البحريني يوم السبت القادم الساعة 10 مساء، مباراة مفروض ومطالب فيها تشرين بحصد 3 نقاط. طبعا رفاع الشرق البحريني انهى مباراة الاولى بالتعادل الايجابي مع النجم اللبناني بهدف لكل فريق. هالنتيجة اكيد بتصب بصالح نادي تشرين بانه الفريقين النجم اللبناني والرفاع الشرق البحريني خسروا نقطتين، مثل ما صار مع نادي تشرين والهلال القدس، كل فريق خسر نقطتين وكسب نقطة، وذلك بيكون جميع الفرق متساوي بالنقاط، لكل فريق نقطة. طبعا نادي الرفاع الشرقي البحريني بيوقع بالمركز السادس من الدوري البحريني، يعني ابدا ما نو نادي عم ينافس ولا نادي بطل دوري، يعني مجموعة نادي تشرين خلونا نقول متوسطة بالنسبة لمجموعة نادي جبلي. نادي جبلي بيوقع بمجموعة حديدية بصراحة، مجموعة تشرين يعني خلوني يكون واقعي غير بطل المجموعة، فبرأيي نادي تشرين قدم أسوأ أداء ممكن يكون، يعني أمام هلال القدس عم يخرج لاعب، عم ينطرد لاعب لهلال القدس بالدقيقة 68، عم تلعب عم يواجه بطل الدوري من الدقيقة 68 منقوص عدد، ومع يعني بصراحة نادي هلال القدس كان نوعا ما أخطر، نادي تشرين يعني للأسف كانت سيطرة من دون فائدة، من دون تسديد، من دون إيصال كرات حاسمة، فرصة وحيدة كانت ممكن خطيرة لنادي تشرين كان عم يضيعها نصوح مقداري. إذن يوم السبت القادم الساعة 10 مساء تشرين راح يواجه رفاع الشرق البحريني. بتمنى كل الدعم لنادي تشرين ونادي جبلة بالمباراة القادمة. خلونا نتعرف على نادي جبلة بمباراة القادمة، مين راح يواجه نادي جبل النوارس. بعد بصراحة قدم أداء حلو كتير، قدم أداء واقعي، خلونا نكون قدم أداء واقعي بالنسبة لإمكانيات الفريق وبالنسبة للخصم. نادي السيب العماني بطل الدوري العماني، قلنا حكينا عن مجموعة نادي جبل، الكويت الكويتي بطل الدوري الكويتي، الأنصار اللبناني بيوقع بالمركز الثالث من الدوري اللبناني، يعني مجموعة قوية بالمقارنة مع مجموعة تشرين. نادي جبلي راح يواجه نادي الأنصار اللبناني يوم السبت الساعة 10 مساء بنفس توقيت مباراة تشرين. الأنصار اللبناني خارج بتعادل مع بطل الدوري الكويتي 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 بهدف لكل فريق، أيضا نتيجة
بتصب بمصلحة نادي جبلة بعد تعثره بالمباراة الأولى أمام السيب العماني وخسارته بهدف نظيف. نادي جبلة نتمنى يقدم مباراة حلوة وطيبة تسعد الجماهير السورية قبل الجماهير الجبلاوية، لأنه كل الجماهير السورية عم تساند فريق تشرين وفريق جبلة وكلنا معهم أكيد، لأنه عم يمثلوا سوريا. بتمنى كل الدعم لنادي تشرين وجبلة، وبتمنى نشوف نادي جبلة عم يقدم الأداء المطلوب منه والأداء المشابه لأدائه أمام السيب العماني. يعني هو بصراحة خسر أمام السيب العماني بخطأ فردي من حمزة الكردي، قام بإبعاد الكرة بالخطأ لو توصل للاعب عيد محمد ويسجل فيها هدف على نادي جبلة. بتمنى يكون أيضا الانسجام، بتمنى المدربين علي بركات وطارق جبان يكونوا انتبهوا على موضوع الانسجام والتناغم والتفاهم ويكونوا اشتغلوا على هذا الشيء. يعني برأيي الاعتماد على لاعبين كانوا عم يلعبوا اكثر من فتره طويله مع بعض برايي افضل من انك بكل مباراه تشارك لاعبين واسماء جدد واسماء لاول مره عم تلعب بفريق واحد. وانا بصراحه كنت مع فكره تعزيز الصفوف، لكن بلاعب او لاعبين ممكن يحتاجهم الفريق، لكن انك تتعاقد مع 5 أو 6 لاعبين باول مباراه تشارك فيهم فامر صعب، صعب جدا انه يكون اللاعبين فيهم انسجام، لانه اللاعبين لا لعبوا مع بعض بالمنتخب ولا بفريق اخر، كانوا عم يلعبوا مع بعض، ففي سوء تفاهم، في عدم تفاهم. يعني نصوح نقدر اللي ما كان قادر ابدا يفهم محمد الواكد كيف عم يتحرك، محمد الواكد ايضا ما كان عم يفهم على نصوح نقدر، لذلك نصوح نقدر اللي ما كان قادر يوصل الكره لمحمد الواكد، ومحمد الواكد كانت كل فعاليته الهجوميه معدومه وغير مفعله بسبب عدم وصول اي كره لمحمد الواكد. محمود البحر ايضا بنفس السيستم وبنفس محمد الواكد، لاعب قناص محمد الواكد ولاعب قناص محمود البحر. محمود البحر كان ايضا فعاليته الهجوميه غير مفعله بسبب عدم وصول بعض الكرات. ممكن محمود البحر كان مبادر اكثر بانه يرجع للخلف يستلم كرات ويتقدم، لكن محمد واكد كلاعب صندوق ما كان بينتظر الكره فقط. بتمنى يكون تم الشغل على التناغم بالوسط والتفاهم والانسجام، وإذا كان بالفعل تم الشغل على هذا الشيء فأكيد رح يقدموا مباراة حلوة كتير ويكون النصر من نصيب تشرين وجبلة. اكتبوا لي توقعكم لمباراة تشرين ورفاع الشرق البحريني ومباراة جبلة مع الأنصار اللبناني. بالفيديو القادم رح أصارت فيه النتائج الصحيحة. انتظروني بفيديوهات جديدة وما تنسوني من دعمكم، وتبقوا بخير وصحة وسعادة. السلام عليكم.